من ضمير ما يجيب إلا الجزالة كلها الجوع يسطيب للي شارك للنبا أسئلة سهلة وكل مقتدر في حلها بشهر خيره. يا هلا والله مرحبا، حياكم الله وبياكم، يجعل الجنة مثوانا ومثواكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. لحظة الختام في فقرة مرحبا من برنامج البصمة. اليوم أن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فقرة مرحبا لمحزونون. اليوم آخر يوم تحسم النهائيات، اليوم إعلان النتائج النهائية وإعلان لفائزين المراكز الثلاث، مركز الأول 10,000 ريال، مركز الثاني 5,000 ريال، مركز الثالث 2,500 ريال. اليوم نرحب بضيفنا الحبيب الشيف الكبير إبراهيم أبو خليل، حياك الله. هلا حياكم الله. يا أهلا وسهلا، شرفتنا يا الحبيب، الله يطول عمرك. نرحب برضو كذلك بضيفي الدائم في هذه الفقرة، هو الداعم لي في هذه الفقرة، وأنا أقول له من كل قلب أنا أحبه وأعزه وهو عالي فوق الرأس، وأي شيء يبغاه مني راقبتي له سدادة، أحمد الملة. هلا والله نواف. يا هلا والله وسهلا. إذا أنت تحبني مرة فأنا أحبك ألف مرة يا نواف. الله يطول عمرك يرفع قدرك، أنك تستاهل والله يا أستاذ. إن شاء الله يخليك، تستاهل من يحبك صدق. والله زعلانين أنه اليوم الحلقة الأخيرة، وأيضا فرحانين نحن بنتوج اليوم أحد الفائزين، نتمنى التوفيق للجميع صراحة. على مدى 20 يوم، على مدى 20 يوم كثير تواصلوا معي، كانوا يسألوني، كانوا يظنون إن هم سيئين جدا إنهم ما فازوا. أنا دائما أقول إلى الآن على مدى 20 يوم ما شفنا مشروع فعلا نقدر نقول عنه سيء، ما في. صحيح. كلهم مبدعين، كلهم رائعين، فرق درجات ولا أشياء خفيفة، وفي أيام يعني كانت المنافسة مرة قوية فلازم واحد منهم يفوز، فكلهم رائعين وكلهم ممتازين، فنتمنى لهم التوفيق جميعا. لا يعني إذا فوزنا أحد وخلينا أحد أن الباقيين سيئين، الكل متفوق، بس أن هذه لعبة أرقام ولعبة لذاذة. فما لا هل ترى، وأنا أقول من يوم ومن أمس ومن قبله ومن بداية البرنامج، سوف يأتي رجل من آخر المدينة يأخذ الأول ويتوكل على الله، فكل ما لهم يبدعون. اليوم آخر أسر، اليوم بإذن الله ختام برنامج البصمة وفقرة مرحبا. شاركونا عبر الهاشتاغ ختام برنامج المرحبا، حياكم الله. أنا نبدأ، إيش تبون نبدأ فيه؟ كيفكم؟ نبدأ في هذا؟ ابدأ يلا. بسم الله نبدأ في هذا. اوكي اليوم نجديه كيتشن، مطبخ نجديه، نجديه كيتشن، نجديه كيتشن جايبين لنا جريش نجديه. بسم الله سمع يا شباب. بسم الله. انتوا ليش تبعدوا من السمن هذا الزين؟ بسم الله. خلصنا من الجريش. طيب. نجي في ورق عنب. ورق عنب حلو مالح من متجر حلو مالح. حلو مالح هذا ايش هذا؟ شكرا، ما انا ابغى افكه. هذا حلو مالح، في ورق عنب وفي ملفوف. حلو مالح. نعم هذا باليد، هذا ما يجي. حاط لك فراوله بعد فوق. حلو مالح بطاطس.
ما اسمه حلو مالحو هذا الاسم اللي مكتوب اسم المجدر. هذا الاسم هو سعد الستور حالي ومالح هذا الاسم اللي مكتوب عليه الا هذا حيا حالي ومالح هذا 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 طبعا نبدا في ايش ثاني طيب نودلز ايوه خلينا نفرجها هذا شو الاسم متجر سعده ستور متجر سعده هذا نودلز صح ايه اوكي تفضلوا هذا ضمنت نودلز الصينيه شبه حتى فيها حقتها حقت الصين ذي اوكي تفضل. مع البيض ومع الاشياء هذه ذوق الحين هذه الزهره معها يا بسم الله طبعا انت راح حط حقه النار هذا بس يطفى المكيف ايه ترى شوي حار اللي ما ياكل حار ينتبه ايه شوي فلفل في فلفل لان نودل صينيه لذيذ بقع مع البيض فنان لذيذ لذيذ جدا ما شاء الله طبعا هذا نودلز صينية يجي معها الجزر ويجي معها الخضراء والخضار ويجي معها وهذا بيض وهذا يسمى زعتر صيني في سمعت زعتر صيني صح هذا زعتر صيني بس هذا شيء شكله غريب جميل المشروع اللي بعده المذاق الطيب من أم سمية كيكة التمر كيكة التمر نعم المذاق الطيب للحلويات والمعجنات أم سمية بسم الله المذاق الطيب أرقام التواصل على الشاشة اخي ظنتنا جاتنا اخر يوم صح نعم جاتنا من قبل وجاب ايضا حتى لضيوف الديوانيه الكاسات الصغيره بكيكه التمر طيب مشروعنا الاخير اللي هو فورك اند فروستينج جايبين لنا كيكه هذا البوكس حقهم كاتبين عليه بالعافيه يدعون لكم بالعافيه الله يعافيه ان شاء الله هذه كيكه ما شاء الله شفت انفك من هنا ترى لك احنا نطلع الكيكه عشان تصير ترى تنفك كذا اللي يبغى يفكها يعني فكها سهل احنا عشان تظهر في الشاشه شو هذا شعر ما ادري الحلاوه حلاوه 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 سكر حلاوه اوكي ايش الكيكه هذه بس الحين يا بسم الله ايش الكيكه هذه يا شيف كيكه شوكولاته وليمون شكلها هذه بالحلاوه الطحينيه هذه
جميل. وبالقشطة واللبنة. جميل جميل. ايه ومعها اسمه ليمون. فرونت اند فروستنج. ايش اسمه؟ فروستنج. فورك اند فروستنج. يا فورك اند فروستنج. طبعا ما شاء الله تبارك الله اليوم الاكل كله مميز. مش بس اليوم، كل يوم. هو كل يوم هو كل يوم اصلا الاكل مميز، بس اليوم اخر يوم كذا. استمتعنا بلقطة الختام هذه، لان هذه لقطة الختام. بكره نجي هنا ما عاد نلقى. ما احنا بجايين بكره. صح، ما احنا بجايين. مع الاسف انه ما احنا بجايين. الله يكتب اللي فيه الخير. طبعا انا بسأل الشيف ابراهيم. شيف ابراهيم، انت كنت ويانا في 4 ايام، ايش رايك كذا في انتاج شبابنا وبناتنا؟ والله الصراحه، بصراحه من غير مجامله، انا الكاميرا قدامكم يسمعونك، انت شيف ومتخصص في مجال الطبخ، عطنا ملاحظاتك. لا، بنشكرهم الصراحه الشيف الجزيل، لانه فعلا ابدعوا واعطونا اشياء يعني ما كنا نعرفها بالاول صراحه. جميل. المره ممكن صار في يعني تنوع ثقافي بالمجال المطبخ، ممكن الانسان يستفيد من هاي النقاط يعني بصراحه. والاكلات اللي اجت مميزه جدا 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 بصراحه. بسالك سؤال شيف. تفضل. هل في طبق شفته هنا شعبي وكذا بحثت عنه وقررت تنزله في مطبخك؟ اكيد في اشياء صراحه سجلتها وان شاء الله بنشتغل عليها. جميل جدا. هذا اللي كنت دائما اقوله، تذكر يا نواف من اول الايام انه وجود الاسر المنتجه والمشاريع هذه بدت تعرفنا خصوصا بالاطباق الشعبيه. صحيح. يعني زي نواف ما كان يعرف ما هي الميقعة مثلا، المقشوش، العريكة، هذه كل منطقة لها أكلاتها، فالآن صرنا نشوفها ونتنوع فيها، صرنا نعرفها على الأقل. نعم. جميل. وعلى العموم هو إبداعات، أتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. خلصنا كذا يا نواف؟ طبعا أشكر الشيف الحبيب الأستاذ إبراهيم أبو خليل، شكرا لك على تعبك معنا اليوم. لقطة ختام للفقرة المرحبا، فالله يكتب اللي فيه الخير، أسأل الله ورجيه. شكرا لك يا شيخ. العفو العفو، هلا شرفت فيكم. شكرا لك أحمد الملا. الله يسلمك. طبعا بإذن الله فاصل قصير بإذن الله ونرجع لكم مع ضيفنا الحبيب. فاصل قصير ونرجع. مرحبا من ضمير ما يجيب إلا الجزالة، كلها الجوايز طيبة للي شاركنا النبا. أسئلة سهلة وكل مقتدر في حلها بشهر. يا شهر العتق من النيران، يا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير، يا شهر الجود، يا شهر الرحمة والإيمان. هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ افتح قلبك وتدبر. السلام عليكم. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون أي هل ينتظرون، وليس هل يرون. وهذا اللفظ كثير في القرآن العظيم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله. سواء كنت قائما بعمل في المسجد، إماما أو مؤذنا،
أو كنت مساهماً وتسعى للحفاظ على جماله؟ شركة عالم خدمات المساجد توفر عنكم كل ذلك، حيث نقدم لكم خدماتنا المتميزة وأكثر. للاطلاع عليها امسح الباركود. نصلكم مهما كان موقع مسجدكم. نغطي جميع مساجد المملكة. نراهن على الجودة العالية بأقل الأسعار. للتواصل معنا. بمناسبة شهر رمضان المبارك، شركة عالم خدمات المساجد تقدم هدية خاصة لمساجد مدينة الرياض فقط. تواصل معنا على الرقم التالي 920-11-2226 وخذ هديتك المكونة من 1 مجموعة مناديل، 2 ماء صحة، 3 بخور، 4 معطر سجاد، 5 غسيل موكات، 6 صابون أيدي. العرض ساري حتى نفاذ الكمية. من أحضان الطبيعة المعطاء وبأيدي أمهر الخبراء جئنا بأفضل المنتجات وأعلاها جودة ونقاء، أجود أنواع العسل والزيوت والخلطات ولجميع أفراد الأسرة. أسعارنا لا تنافس في الأسواق وحاصلون على شهادات ضمان. زوروا متجرنا الإلكتروني واطلبوا منتجكم الآن. أنسام ليزداد الجمال جمالا. لدينا تفصيل أونلاين، شغلنا على حسب راحتك. اطلب فريق عمل أو ارسل قياسك، وأجود أنواع الأقمشة عندنا. حلوة حكاية مصدر. هناك لحظات تحتاج أن توثق، تلك اللحظات السعيدة بكل زينتها. جمال ذلك المكان بعينيك، ننظر إلى ما يبهج ذائقتك. ميرتل، تفرد بكرم الضيافة والرفاهية. خيرا وفي خير البقاء، في الوقف صدقة جارية، فيه الثواب بلا انقطاع، في مكة البلد الحرام، في مكة البلد الحرام، باب من الأجر العظيم، وقف لتفريج الكروب، يرعى الأرامل واليتيم، وقف يفطر الصائمين، ويمد سقياه بماء، ويعين في برد الشتاء، بكساء من حرم الكساء.
أوقف لك ولمن تحب بخطوات سهلة وآمنة من خلال مباشر الراجحي. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي، اختر التحويل ثم تحويل لجمعية خيرية، اختر جمعيات البر والخدمات الاجتماعية، اكتب في خانة البحث جمعية البر بالمويه، اختر حساب الأوقاف، أضف المبلغ الذي تريد المشاركة به، اضغط تأكيد، ستصلك رسالة التأكيد على جوالك، أدخل الرقم ليتم لك الخير بنجاح. أشعرنا برسالة عبر الواتساب، وتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أجر دائم وخير عظيم. تراصوا. الله أكبر. أتيت الناس وقد سعدوا وبالنفحات قد وعدوا، ولاحت فرصة أخرى ليقتربوا وقد بعدوا، ولاحت فرصة أخرى ليقتربوا وقد بعدوا. يا رمضان يا عالما بالحال يا محقق الأمال، يا رب وفقنا في صالح الأعمال في صالح الأعمال. يا هلا يا مرحبا باللي تابع مرحبا، من ضمير ما يجيب إلا الجزالة كلها، الجوايز طيبة للي شاركنا النبا، أسئلة سهلة وكل مقتدر في حلها بشهر خير. يا هلا والله مرحبا، رجعنا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات بعد فاصل قصير ولا أطلنا عليكم. نبغاكم تشاركونا عبر هاشتاغ ختام برنامج البصمة، حياكم الله جميعا. اليوم ضيفنا في ختام فقرة مرحبا، ضيفنا ثقيل، ضيفنا جميل، ضيفنا أنيق، ضيفنا رشيق. نرحب بضيفنا وضيفكم الإعلامي الكبير أحمد الفرحان. حياك الله يا مرحبا يا نواف، كيف حالك؟ ثقيل أجل الله سامح. رحب فيك ورحب بجمهورك الله وخفيف في في ميزانيتك. في قصدك هو، انا عارف والله قصدك يعني ان شاء الله انه طيب، لكن انا ارحب فيك وفي متابعينك الكرام، وبهالمناسبه يعني في ختام برنامجك يعني ومع اقبال العشر الاواخر، اسال الله لي ولكم يعني حسن القيام والصيام على الوجه اللي يرضيه منا. امين يا كريم. واسال الله ان يبلغنا رمضان واياكم ان شاء الله اعوام عديده وسنين مديده ونحن بخير وصحه وعافيه. امين يا كريم. حياك الله يا نواف. يا هلا والله وسهلا. ترى ما ادري ايش مجهز انت يعني. الصدفه الجميله هذه اللي خلتني والله ما هو صدفه يعني، الاشياء الجميله اللي يعني هو صدفه انه على ما قالوا يعني صار اللقاء في ختام برنامجك. صحيح. نعم. هذه الصدفة. يا أخي وتعدل لي. لا عادي، الأمور طيبة إن شاء الله. جنودة. تعرف أنت في الختام الواحد نعم. حزين إنه بيترك فقرة له. حزين إنه ما عاد بيشوف ضيوفه.
إن شاء الله أنا سمعت فيه أمور مبشرة يعني بإذن الله بعد العيد هذا موسم ثاني يعني إن شاء الله تكون نجمة أنت إن شاء الله بإذن الله الله يطول تستاهل يا نواف طيب نبغى نبذة تعريفية من هو أحمد الفرحان والله شوف أنا يعني يمكن أنت أدرى أخوك أحمد الفرحان يعني برزت في وسائل التواصل الاجتماعي وكنت ناشط فيها وما زلت أيضا يمكن أنت عارف المحتوى بشكل عام يعني مهتم بالأدب والثقافة والشعر العربي بشكل عام ويعني اطلاعي مركز حوله وش تخصصك؟ ضروري السؤال ده؟ عادي أنت حر طبعا أنا تخصصي خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكالوريوس شريعة ما شاء وإن شاء الله حضر الماجستير قريبا إن شاء الله ما شاء الله تبارك إيه؟ الله ما شاء الله طبعا أحمد فرحان من الرجال الذي يجتهدون على أنفسهم وهذا أنا أشهد له في ذلك رجل مميز ما شاء الله تبارك الله الله يجعلنا عند حسن الظن أنت لا تعطينا فوق قدرنا إحنا أقل منكم جميعا الله يرفع قدرك الله يطول عمرك متى كانت بداية أحمد الفرحان قصدك في السوشيال ميديا صحيح السوشيال ميديا يعني التحقنا يعني بعدد يعني تعرف فيه نجوم في الساحة وأنت يعني أحدهم لكن بعض الشباب يعني من الأصدقاء كانوا يعني مؤثرين وكان ظهوري يعني بداية معهم ثم فتحت منصات تواصل اجتماعية جديدة وكان يعني من أبرزها تطبيق شو اسمه هذا التيك توك يعني سبحان الله هذا قوي جدا يعني أنا دخلت فيه بالخطأ عن طريق الخطأ وصورت مقطع ولعله ضرب الآفاق عرفت انتشر يعني انتشار واسع فأخذت يعني التصوير فيه أكثر من مرة وشفت المقاطع تنتشر توصلني في الواتساب يعني كان المحتوى يعني بشكل عام أدبي وثقافي وشعري ولعلها أعجب الناس والمتابعين وأخذ بالانتشار الواسع يعني وخذ حيز كبير أخذ حيز كبير وطبعا يعني ما نهمل التطبيقات الأخرى اللي هي سناب شات عندنا محتوى فيها بشكل مستمر ويومي يعني وانت أدرى بهالشيء صحيح صحيح نقدر نقول أن بإذن الله أحمد الفرحان عما قريب نلقى نجمة سناب عنده والله ليش لا شوف أنا يعني من الناس اللي يقول أن الشخص هو الذي يزيد النجمة ليست النجمة التي تزيده صحيح عرفت فكون الشخص يملك يعني نجمة في حسابه ولا يملك هذه لا تزيد يعني شيء فعلا إنما يعني الشيء الذي يؤثر هو المحتوى الذي يقدمه الشخص إذا كان المحتوى مثري وراقي وينفع المتلقي هذه وجهة نظري طبعا هذا هو سواء بنجمة أو بدون يعني لا ما يهمني أنا هذا الموضوع يعني بقدر ما أقدم للمتلقي من فائدة ومن معلومة ومن محتوى راقي محتوى يستفيد منه يعني الأبناء والأسر ويستفيد منها حتى حنا الشباب يعني عرفت طيب أحمد أنت محب لرواية القصص كيف تقدر أنك تجدد بالقصص في طرحها السؤال غريب شوي كيف أجدد بالقصص كيف تجدد في القصص يعني ما تذكر قصص كلها سوا 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 كل نفس القصة نفس تجدد في القصص ويعني أنت بتغير طرحها ولا نفس طرحك أنت أنت تقصد أنا فهمت قصدك أنت تقصد أن هل القصة التي ترويها مثلا في العصر الجاهلي أو قصة حصلت في عصور الأمم السابقة ترويها بنفس أسلوبك الحديث العصري يعني بنفس اللغة العامية اللي حنا نتحدثها ولا صحيح وضح سؤالك يعني إيه بلغتك أنت لا أنا شوف أنا عادتي وأنت تعرفني أنا يعني ما أحب أروي إلا بالفصحى يعني كما وردت في بطون الكتب أما أني أغير وأضيف وأبهر لا هذا يعتبر يعني تعديل على القصة وتاريخها وروايتها طيب هل في مصادر تستند عليها؟ أكيد في مصادر مثل؟ عندك طول الله عمرك كتاب العقد الفريد عندك كتاب جواهر الأدب عندك الموسوعة الشعرية العربية هذه كلها كتب يعني تحوي في طياتها جواهر وفي كتاب بعد لا أنساه يعني كتاب جميل جدا ونفيس يمكن يعجب المتابعين وأنا أنصح فيه والله اللي هو أبيات فاقت شهرة قائليها هذا الكتاب جدا جميل وأنا يعني قرأت
المجلدين يعني أو الجزئين اللي أصدرت له، يقسم لك الشعر والقصص، يعني يذكر لك أبيات اشتهرت لكن لا يعرف من قال هذه الأبيات. عرفت كيف يعني؟ أنا أعلمك، يعني مثلا يجيك أبيات مشهورة يعني أنت تسمعها بس ما تعرف من قالها ولها قصة، صح؟ فيقسم لك الأبيات هذه بالعصور، العصر الجاهلي، العصر العباسي، العصر الأموي، عصر ما قبل الإسلام، العصر الحاضر، في أشياء ما حد يعرف عنها فيذكرها هذا الكتاب، ويستاهلون والله يعني على هالجهد اللي قاموا فيه يعني نذكر اسم هذا الكتاب. يستاهلون يستاهلون. طيب أحمد، نقدر نقول أنك أنت متطفل على الشعر؟ متطفل متطفل على الشعر وتحاول بالعكس أنا أكتب شعر يعني وتحاول لست متطفلا يعني أحمد نقول نقدر نقول أنك متطفل خلاص، ودك تكون شاعر كبير، فهل تشوف أنك تمتلك هذه الموهبة؟ ودك أنك تكون شاعر؟ بالعكس يعني شوف الشعر سبحان الله موهبة وملكة يهبها الله يعني ويضع سره سبحان الله في خلقه، يعني هو مو بالكيف، لو الواحد وده ولو الواحد بكيفه كان سوى ليبي، صح ولا لا؟ لكن مو كل واحد يستطيع يعني أن يكتب الشعر ويستطيع أن يزن القوافي ويستطيع يعني أن يوجد معنى جميل في الأبيات، صح ولا لا؟ صحيح. فأنا كان قلت ودي والله أنا ودي بس أني ما بعد وصلت للمرحلة اللي تؤهني أن أكون شاعر كبير، يعني بالعكس هي مجرد مشاركات، مجرد يعني خواطر أكتبها، ويعني ما تأتيك إلا بحكم اطلاعك وقراءتك وثقافتك يعني يعني المستمرة من الكتب اللي تقرأها ومن المعلومات اللي تتلقاها منها. فيه من الشعراء الكبراء اللي تأخذ لك قدوة، تذكر لنا اسمه؟ والله مجال انت كذا بتحرجنا وانا يعني لا يعني انك يزعلون علينا رجل ان الرجل الثاني ناقص، بس هذا يعني بس علي باشياء بسيطة عندك طول الله عمرك. انا احب اسمع الشاعر سعد بن جدلان رحمة الله عليه، عندك طول الله عمرك برضو في شاعر حكمة وشعره يعني جميل جدا، مصلح بن عياد ونعم الحاثي ووجه له تحية كان يسمعنا، هذا شعرهم جدا جميل ومميز. وطبعا لا يعني أني أذكر هذه الأسماء إلا أنها حضرتني الآن أني أقلل من الباقين، لكن يعني تحية لجميع الشعراء المعروفين يعني في الساحة، لكن ذكرنا هذولا يعني كمثال. طيب فيه أبيات لك بقول أنا جملة وكمل أنت الباقي. ولقد علمت وخير القول أيسره. كملها. هذه من وين جبتها أول شيء؟ موجودة طال عمرك. هذه قلت ولقد علمت وخير القول أيسره أني وإن خضت في الحب لخسران خالف هوى القلب تأمن عواقبه فالحب معركة والعشق أحزان. الله عدا عدا أكيد لازم عدا. ولقد علمت وخير القول أيسره أني وإن خضت في الحب لخسران خالف هوى القلب تأمن عواقبه فالحب معركة والعشق أحزان. الله أكبر عليك الله أكبر عليك. الله شكلك ترفع فينا. إي نعم ما شاء الله تبارك الله. طيب عطنا أبيات ثانية لا نستغني عن الأبيات. والله شوف يعني من تأليفي يعني نعطيك مشاركات من يعني مما نحفظ للشعراء، بس انت وش تبي يعني عطني اللي يعني تريده انت. ابغى اللي تبغى انت اللي تبي. انت قد سمعت شيء يعني معين تبي؟ انا اذكر ابيات للحطيئه، الحطيئه شاعر معروف يعني بحكم انه في شهر رمضان، جرول بن مالك العبسي يعني تعرف أبياته كانت يعني شتم وسب، واشترى منه عمر بن الخطاب أعراض المسلمين ب3000 دينار لأنه ما ترك أحد ما سبه، هجا أمه وهجا أبوه وهجا نفسه وهجا الزبرقان بن بدر التميمي، وهي كانت مشكلته لما سجنه عمر راح اشتكاه لعمر بن الخطاب، فكان يقول ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد،
وتقوى الله خير الزاد ذخرا وللأتقى عند الله مزيد. فأوصيكم يا أخوان يعني في هذا الشهر الكريم أن تغتنموا هالشهر والإنسان يتقي الله في كل شيء. وفعلا أبيات جميلة جدا ويعني رائعة وأعجبتني للحطية بخلاف قصائده التي ذكرها. الله يبيض وجهك. وجهك الله يطول عمرك. طيب أحمد أنت محتواك في برامج التواصل الاجتماعي واحد تقريبا، ما تتوقع أن يعني بعض المرات يحس بالملل المتابع؟ يعني شوف ممكن تقول يعني في منصات معينة، لكن في يعني سناب شات ممكن ألطف المحتوى يعني. لا في سناب شات أنت سناب شاتك فنان، لكن في بقية التواصل صادق واحد يعني. اليوتيوب مثلا وش تنزل في اليوتيوب؟ إما نزلت فائدة تحفظ لك لاحقا ولا لا تنزل شيء، صح ولا لا؟ صحيح. يعني بالعكس اليوتيوب منصة جميلة جدا، أضع فيها مثلا المقاطع الطويلة اللي أقرأها ويعني تضع لك بصمة يعني. أنت تضع لك بصمة وفعلا يعني جت عليها يعني أرقام جيدة يعني. احنا نتمنى لك التوفيق. بالعكس يعني أنا لما أشوف إطراء المتابعين ولما أشوف طول الله عمرك ردودهم على الفيديوهات اللي أنزلها، هذا الشيء يزيدني حماس أني أقدم أكثر وأكثر. ترى ما يجيك الردود إلا إذا أنت جميل. طبعا نبغى نشوف ونبغاهم يشاركونا عبر هاشتاج ختام برنامج البصمة، وبنقرأ لك شوي من الأشياء كذا الفنانة. إيه تفضل. لأنك أنت تستاهل. الله يعزك. يقولون القمر لا يأتي إلا في يوم 19. هذا قدم أربع أيام. الله يعزك. إيه. الله يسلمه. أتوقع أن أبو قحطة مبسوط مرة أن ختام برنامج أحمد الفرحان. والله حنا اللي أسعد وحنا اللي مبسطنا والله أن كنا يعني وصل الختام في برنامجك. الله يطول عمرك. تستاهل يا الحبيب. طيب سؤال بسيط أحمد، أنت أكثر شيء مايل له الشعر الفصيح ولا الشعر النمطي، وأيهم يملك جمهور أكثر؟ والله شوف إذا بتسأل عن الشعر أكيد يعني في عصرنا الحاضر في مجتمعنا ذلك هو سادة يعني أغلبه الشعر النبطي وجمهوره كبير يعني ما أحد يختلف على ذلك. لكن بالنسبة لي أنا كأحمد أنا بالعكس أرى أن الشعر الفصيح هو الذي يجذبني وهو الذي أميل إليه يعني. إيش الآن الشعر النمطي ولا الشعر الفصيح الذي يملك جمهور أكثر؟ أنا أجبت عن هذا السؤال يعني. أنت أجبته؟ إيه نعم بس ما أنت مركز بي. ما لا ما مركز إيه مع الربيز بس. إيه قلت لك الذي يعني في مجتمعنا الحالي اللي هو الشعر النبطي وهو له جمهور يعني حاليا كبير. بس أنا كتبت يعني أنت شعر نبطي؟ الصراحة لا. الصراحة نعم؟ هي كانت مجرد محاولات ولا أود يعني أن أظهرها يعني. طب عطنا منها بيت بيتين. خلاص مرة ابدا انطلب ذاك انتهى انتهى. طيب وش الصعب ان يثبت اسمه الشاعر الجديد على هذا المجال؟ سؤال بس. من الصعب ان احد يثبت اسمه كشاعر جديد في هذا المجال، صعب جدا الشعر. ايه بالعكس الواحد لا امتلك الموهبه وامتلك ملكه الشعر ممكن يبزغ نجمه يعني في غضون سنوات قليلة. شوف أنا يعني في شاعر هذا الشعر يتجدد يا نواف يعني ليس بثابت يعني على أحد. صحيح يعني في أسماء برزت وفي أسماء ثقيلة بس تخرج أسماء يعني ممكن ما تصل إنها تنافسها وممكن يعني تنافس يعني ما تدري عن المستقبل. صادق. فيه شاعر ودي إني أقول اسمه بس إني أدور اسمه نسيت اسمه. هذا شاعر جديد بس إنه ما شاء الله تبارك الله خلال سنة واحدة كسر قاعدة الشعر هذه كلها. من هو؟ اسمه راشد فهد. اسمه راشد الله فهد. نعم. وجه له التحية يستاهل والله. رجل كذا دخل عالم الشعر وهو شاعر متمكن، دخل كذا زحف دخل كذا يبغى. طيب بحكم إنك بمناسبة إنك ذكرته ونوجه له تحية لعلك تعطينا شيئا من أبياته يعني.
والله اقرأ لنا شيئا من موت. بس انها في بعض ابياتها بس اني ما حفظتها زين. لا انت لا منك مهت للرجل سمعنا يعني من حق ان شوف الجمهور انا اسمع له ايه؟ بس اني ما قد حفظت. من حق الجمهور ان يسمع لانه يستاهل. اذا كان عندك شيء جاهز اعطنا يعني ايه؟ جاء عندي فضول اني اسمع. الله يقول انا شاعر تحفظ العالم كلامي وكل بيت وكل دار وكل ديره لي مكان ولي مقام والاسم سامي وسيرتي ما هي بحي الله سيره يا يبدوني على كبار الاسامي يا انهم يبدوني على الناس الكبيره. الله الله صح الله لسانه وصح الله نقلك. هذه انا طحت معها صدق فعلا يعني شيء قوي لا قوي فعلا. ونوجه له تحيه واسعدك الله يعني بالعكس يستاهل ونتمنى له يعني ايام قادمه جميله باذن الله. طيب احمد الفرحان تفضل. هل جاك لي نيه كذا انك تسوي عمليه التكميم هذه؟ والله انا سالتك قبل لا ادخل بحكم انك مكمم سابق لكن يعني انا سبق اني كان وزني يعني اعلى من كذا وسويت رياضه ونحفت. كان باصرار وعزيمه نظام الكيتو دايت. الكيتو ترى يبدو لي المسمى الكيتو دايت يعني شرق اسيا ويمكن الظاهر ياباني او شيء زي كذا. لا مو على الاسم هي عن نظام الكيتو. انت نحفت ما شاء الله 10 كيلو رجعت 20 كيلو. لا والله نحفت يعني وزن جيد و لا أنا شوف انت لا قطعت طبيعي لان الجسم يكون عنده رغبه يكون ما هو متشبع فعنده رغبه انه ما فارقت المقطحات الا والله فارقتها. ما فارقت الهمبرجر اللي في تي 1 انا وياك هذا لا ما فارقناه يعني نزوره يعني كل فتره لكن لكن طول الله عمرك شو اسمه ك يعني شخص مشيت على اكثر من برنامج عندك الكيتو وعندك نظام السعرات للي بيستفيد. والله نحفت من خلالها ولعلي عدت يعني كما كنت سابقا سارجع باذن الله يعني لي رجعه قويه باذن الله. والله يا شوف انا ما انصحك انك تسوي تكميم ما هو بال اني ما انصحك ابغاك تمرض ولا ابغاك في شيء لا والله صدق انت رجل شخصيتك وانت سمين جمالك وانت سمين والله صدق. انا اعتقد انه يجامل. لا والله ما اجامل انت بتنحف ما عاد احد يمشي معك. طيب صل على النبي يعني انت يوم كنت سمين يعني كانوا الناس يمشون معك؟ شف ولا شخصيتك كنت سمين غير جيدة يعني ولا كيف؟ لا ترى انا كانت سمنتي مفرطة وكنت عمري صغير. كم كان وزنك؟ كان وزني 160 كان ما يقارب عمري 15 سنة الى 16 سنة. أسأل الله أن يعينك يا رب. لا أنا أقل منك بكثير يعني كنت في أمر جلل الله يعينك. أي أنا أقول لك سمنتي مفرطة لدرجة أني أنام وأنا جالس. أعوذ بالله. أي والله والله شوف هي كانت الفكرة موجودة لكن الواحد لما يفكر وينظر في حاله يعني يهون عليه حال الناس. يعني شوف في النهاية أنت ستصبح يعني تشتهي لكن ما تقدر تأكل فأنت لو تمنع نفسك الآن خلاص بحكم أني أنا جربت ونحفت بإذن الله لي رجعة قادمة يعني إن شاء الله من غير تكميم بإذن الله. بإذن الله وأنا اللي بخرب هذا الموضوع كامل. أنت بتخربه؟ تكلمني بس إذا جيت في النظام الكيتو تدق علي بس. أبد حرد عليك إن شاء الله. أدق حظر. لا إيش دعوة بالعكس الله يطول عمرك تستفيد منك وقامة ما يحتاج. طيب نبغى كلمة أخيرة لختام فقرة مرحبا وهذه الكاميرا لك لنا وللمتابعين طبعا. أول شيء أسأل الله يعني أن يرزقنا وإياكم ختام هذا الشهر ونحن بخير وصحة وعافية. وأشكرك يا أخوي نواف أن أتحت لنا الفرصة في المشاركة في ختام برنامجك الموفق والناجح. وأسأل الله يعني لا يجعله ينقطع بعدك هذا الموسم بالعكس يتجدد مواسم جديدة ونلتقي فيها بإذن الله على خير. وأشكر المتابعين على يعني مشاهدتهم و يعني اعطائنا من وقتهم القليل. شكرا لك يا حبيبنا نواف. لا والله اني اللي اشكرك ومن يشكر من يشكر لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله لا يشكر الناس لا يشكر الله. معذره هذه انا خلبط فيها. طبعا شكر خاص
لإعداد فقرة مرحبا من يوم واحد إلى اليوم ختام فقرة مرحبا معاذ بارشيد وأمجاد الحربي. شكر برضو خاص لمخرجنا الحبيب العم شريف، شكر خاص برضو لذلك الأستاذ أحمد مهندس الصوت، شكر لكل طاقم العمل في الكنترول، شكر خاص لأبو عبد العزيز، لأبو عبد العزيز شكر خاص، وشكر خاص للمصورين والمنترين وكل من قام على ذلك، وشكر برضو خاص والداعم لي في هذه الفقرة المستشار الحبيب أحمد الملا، وشكرا لضيوفي، شكرا لك يا أحمد، شكرا لتواضعك، شكرا لتعبك معي، شكرا لأنك جيت هنا وتعبت وجلست معي وعطيتني من وقتك. لا بالعكس، أننا نشكرك اللي تحتنا الفرصة، وأسأل الله لنا ولك التوفيق، الله يطول عمرك وللمسلمين أجمعين إن شاء الله. لابد أن تكون كلمة طيبة، أشياء طيبة قبل ختام برنامج البصمة بإذن الله. فقرة مرحبا قدمت لكم فيديو بسيط، وقبل ذلك بقول نتيجة الفائزين، واليوم يتتوجون النهائي، واليوم إعلان النتائج النهائية بإذن الله. طبعا الذي فاز بالمركز الأول الذي فاز بالمركز الأول اليوم اللي هو متجر سعدة ستور، وهي تستاهل. المركز الثاني الذي حصل على 85.3% اللي هو مذاق الطيب، وهي تستاهل، والباقيين جميلين جميلين من قلب. طبعا يكون لنا كلمة طيبة، جمعية البر بالمويه، حنا في 10 أواخر، أبوك مريض، أي أحد مريض، أنت مريض، عندك ذنب، مسوي شيء، خل الله يغفر لك، فتطفئ غضب الرب الصدقة، تصدق واعمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل يزده. نشوفكم بإذن الله على خير. نعطيكم لقطة ختام فقرة مرحبا، مقدمكم نواف القحطاني في أمان الله. من جديد في فقرة مرحبا من برنامج البصمة، حياكم. نبذة تعريفية عن مديسيس الشمري. من سكان أهل حائر، وعاد يمكن اللي يعرفون ان اكثر شيء من طريق السناء. بعضكم ينشد يا ابو نصار وش قربتين؟ ترى ما هي بقربتين، بعضهم يقول اسمها قربتين، ما هي بقربتين. ما اعطيك اللي انت تسويها مضحكه. ومثلك لم ترى قط عيني، خلقت مبرأ من كل عيب. كل الحب مو لحظة ريال مجانين، كل نجل الحاجة اللي فرضها، وشغل عشاق والمحبين غير قلوب اللي تصاحب عوض. سهر يوم طويل الجو ذا جو أغنية. توثيق السناب مهم للشخص بالسناب. اللي مختلفين على العالم كله، سطام سطسط وسطام سطيم قحطاني. ونعم معلك زود، مواطن سعودي ولي الشرف، انسان احب الجمعه والفله، وقبلها كلها طاعه ربي طاعه والدي. اذا سويت هذا الشيء ربي ييسر لك الباقي. الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم جميعا يا رب، الله يرضى عنا وعنكم. وفرصه سعيده، جدد العهد يا نواف وجدد العهد. رحب بضيوفنا الاحباء، اول ضيف نرحب برياضة الزيدان. انا متوتر قبل ما رحب نايف اشتادي في الانشاد. والله بدايتي كانت تقريبا قبل سنتين، من قبل سنتين الى الان في مجال الانشاد، والحمد لله رب العالمين. رياض سم، نبغى نبدا تعريفيه منه. رياض الزيدان، رياض الزيدان أبد شخص عادي. بديت أنا من صغري طبعا في المجال الإنشاد والتمثيل، لكن بدايتي فعليا يعني كدخول سوشيال ميديا كانت 2018. لا زلت أطردكم مرة واحدة. لا لا خلها، ما أدري إيش دعوة. ما أطردكم من بدري. هذه هدية مقدمة مني ومن أخوك نايف،
تستاهل كل خير يا بعدي أبد. صدق واقع ما عندنا في البت شي متخبي، نبي نقول الصدق والصدق دافع والعيون أبو قحط نجي ونلب. يا جرح قلبي واهم طوال عناي، ليت الاقدار بيديني ورد القدار. الجوع يستطيب للي شارك للنب. الأسر المنتجة هي داعمة للأسر المنتجة ومرتبة للأسر المنتجة، ولا يأخذون منهم لا فلوس ولا أي شيء، ما يبغون لا دعوات من عند رب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كتب الله أجركم على هذه الفكرة لدعم الأسر المنتجة. أشكركم جزيل الشكر والتقدير لاختياركم لي للمشاركة في المسابقة. منذ طفولتي وأنا أحب الطبخ. صب لك لبن واشربيه. يا مال يا مال يا مال يا مال يا مال. حاصل على درجة 161 من 200 هو الخبز الميفة، وهي تستاهل درجات 200 من 200 اللي هو متجر سعد ستور، وهي تستاهل. تستاهل. هزمة تستاهل. هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا باللي تابع مرحبا، من ضمير ما يجيب إلا الجزالة كلها. الجوع يستطيب للي شارك للنبا، أسئلة سهلة وكل مقتدر في حلها. في شهر خير هبوبة كأنها هبوب الصبا، والقلوب الصافية خير العلوم يدلها. والقلوب الصافية خير العلوم يدلها. هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا باللي هلا يا مرحبا باللي تابع مرحبا، من ضمير ما يجيب إلا الجزالة كلها. الجوع يستطيب للي شارك للنبا، أسئلة